السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معانا الأخ ميلود جزائري من جمهورية الجزائر العربية. جمهورية الجزائرية جمهورية الجزائرية الديمقراطية، يعني أنا أخبص بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية. أخبص بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية. وإحنا الآن في صحاري. سفير اليمن بالجزائر؟ لا مو انا سفير اليمن، ما ادري والله ما اعرف سفير اليمن بالجزائر. المهم على العموم يا اخي يا جماعه الخير، انا الان بفعل مقارنه بسيطه بين التعليم في اليمن والتعليم في الجزائر. يقول لك التعليم هنا في الجزائر ان الطالب من يوم يروح المدرسه لين يرجع اكله شربه مواصلاته شامي. لا هذا الحين في الطلاب، احنا الان نتكلم عن الطلاب اللي هم لسه الطلاب يدرسوا مدرسه عاديه مش جامعه، ابتدائي. المواصلات، الاكل، الشرب، المعيشه، كل شيء دعم دعم من الحكومه، يعني بلاش. بلاش رسوم المدرسه؟ بلاش رسوم المدرسه بلاش. هذا في المدارس لين يتخرج، لو ما يتخرج ويصير في الجامعه. في الجامعه كيف رسوم الجامعه ميلود؟ عنده 2000 دينار 2000 دينار كل شهر. كل شهر ال 2000 دينار هذا يعني في الجامعه ولا في الثانويه؟ الجامعة عنده 2000 دينار 2000 دينار شهريا. ايوه الاكل بلاش، السكن بلاش، مواصلات بلاش. ايوه شوفوا هذا يتكلم هو مش انا، يعني بالامانه يعني عندي بس والحمد لله، يعني عيشتهم مستوره بس في عندهم حقوق كل يعني الشعب ماكل حقه. يعني الغاز عندهم الغاز عندهم بلاش، يعني مش قصة بلاش لا، لأنها دولة في دعم من الحكومة. أي طبعا الجزائر دولة غنية بالغاز، فاتورة الغاز والكهرباء والماء تجيكم كل 3 شهور مش كل شهر. الغاز كل 3 شهور تجي لكم غاز والكهرباء مع بعض، غاز وكهرباء مع بعض، فاتورة واحدة. والماء فاتورة الحالة. يعني رسوم الغاز والكهرباء كم تطلع في الشهر يا عمي؟ يعني كل واحد وحاله، يعني 3 شهور. انت كم تطلع عليك؟ 5000 5000 دينار 3 شهور كهرباء وغاز مع بعض. 5000 دينار كم سعودي؟ 100 ريال سعودي، هذا حق 3 شهور. وايش باقي؟ الماء كم الفاتوره حق الفات تطلع لك كل شهر؟ مي اي حق المي تطلع كذا حوالي 30 ريال 40 ريال. 30 40 ريال سعودي في الشهر؟ اي 3 اشهر 3 شهور 3 شهور. يلا الله امشي. ان احنا اصل العرب، احنا اليمنيين اصل العرب طبعا. لله احنا اليمنيين اصل العرب، احنا اصلنا يمني. انتم اصلكم يمني؟ اي طيب، واحنا اليمنيين اصل العرب، يعني معنا هذه احنا اصل العرب، يعني قبائل اصل حاجه اللي عاد احنا نفتخر بها ان احنا اصل العرب.